بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. طبعا يستشهدون بهذه الآية ويقولون أن الإسلام قد هضم حقوق المرأة وقد يعني اعتدى عليها بأن سمح أو أباح للرجل أن يضرب زوجته، فما تعليقك على هذا الكلام؟ العجيب أولا هذه الآية في مقدمتها هي أعطت للمرأة حقوق لم يعطيها أي بشر بأي مبدأ. نعم، فهذه عطية الله لخلقه الذي يعرف ما يستحق الخلق فيعطيهم بقدر ما يستحقون. لو قرأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نأخذ هذا الجزء من الآية. يقول كثير من الناس على الفضائيات وعلى بعض اللي يتجمع على الإسلام: يا أخي قوامون يعني قيادتهم للمرأة يجب أن تتبعهم ويجب أنها تكون تبع. وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا لأن يسجد أحد لما سجد أمام أحد الصحابة لأمرت المرأة بأن تسجد لزوجها. قل لك كيف، لوين واصل الأمور؟ عدم الفهم، الإنسان عدو لما يجب. هذه الآية لصالح المرأة 100%. نحن الآن نجلس هنا في واحدة واحد قائم على خدمتنا، بيجيب لنا قهوة، بيجيب شاي، بيجيب أي شيء، ونحن جالسين. هذا القيام نحن نتعب أم هو الذي يتعب القائم؟ طبعاً هو. قوامون من كثرة القيام. كيف قيام الليل؟ إنك تعبد ربنا فيه. تقوم الليل تتهجد تتعبد فتتورم رجلاك كما كان رسول صلى الله عليه وسلم قدماه تتورم من كثرة القيام والقعود والوقوف. فبالتالي الرجال قائمون على خدمة النساء. لماذا يا رب ألم أفضلكم بأجسادكم على المرأة؟ ألم أقلل فيكم العاطفة؟ لأن العاطفة تجعل الإنسان بطيء في الحركة، يعني بمعنى دائما بحب يبكي، بحب يمسك الشيء، هذاك بيشتغل بعنف. لماذا؟ لأنه بده فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشي اتعب كد، فأنت بتعبك بدك تخدم مين؟ أسرتك. أسرتك على رأس المرأة. وقال لك: اسمع، كلكم راعي. سمى راعي، يعني راعي شو شغلته؟ إذا قلنا راعي الغنم بمسك الغنمات وماشي فيهم طول نهاري، وبطعمهم وبسقيهم، منعهم من الذئاب، بحطهم في الظل، بس إذا بدهم علاج بياخذهم على البيضة. صح. فأنت مسؤول عن هؤلاء كأنهم أنت سلموك أمور. تفضل اخدم بما فضل الله بعضهم على بعض في الجسد وقلة العاطفة وبما أنفقوا. النتيجة لهذا بده ينفق من مصاري، من أمواله مش أموالهن. أنت بدك تنفق على المرأة، هي قاعدة بدك تنفق عليها. حتى المرأة إذا كانت أنت قادر على جلب لها واحدة تخدمها بدك تجيب لها واحدة تخدمها. هذا من حقوقها، مش مطلوب منها أنها تروح تخدم كما يقول بعض الناس، هي منها تطوعا، لأنها ضعيفة. امرأة كائن ضعيف بالنسبة للخلق. طيب بعد هذه الراحة والتي تخافون نشوزها، الواحدة طلعت نازل، شو معنى تناشز؟ مش ماشي، مش طايع جوزها بالمعروف، عمالها بتشخصه في كل شيء، عمالها بتلاقي لك شتامة سبابة، ما بتعملش في البيت أي راحة، تكفر العشير، أنت عمرك ما سوى وخدم عليها، تعبان مسكين جاي تهلكان، بتروح بتعمل له مشاكل. هذه الناشز، هذه الناشز. طيب شو الناشز يعني؟ الناشز لها عدة علاجات، مش كل مرة الناشز. طب الناس بدها تدمر بيت، بدها تهرب أطفال، بدها تدمر أسرة، شو العمل إلها؟ قال لك أول إشي ما خلنا نضربها. أول شيء قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. قال لها: تعالي بنت الحلال، أنا تعبان، أنا طول النهار بشتغل، أنا بجيب لك، أنت مرتاحة قاعدة، بس ساعديني. لا، أنت واحد كذا إلى آخر. طيب ما بنفعش، فهجرونا بالمضاجع كذا، شو نزوجها؟ لعلها ترجع. هي واحدة ثانية قال: فضل طب الضرب. شو الضرب؟ كل دول العالم تستعمل العنف مع بعض المواطنين، ممكن تروح تطخ عليهم في الشارع لأنهم مسلسلين، بقطعوا طرق الناس وبيسرقوهم وبيقتلوهم.
تقول ليش تضرب الناس؟ هذا يجوز؟ إذن هو لصنف معين. يعني العقوبات وجدت في كل قول الأرض عقاب الذين لا يرتدعون بالكلام الطيب، لأنه المواطنين في ناس على الكلمة خلص تقول ممنوع ممنوع، في ناس بردوش على الحكي هذا إلا تسجنه أو تقتله. في كل قوانين الأرض ربنا ما قال لك روح خذها للشرطة، قال لك أنت هي مذنبة طبعا، مش أنت المذنب الآن، وتعرف أنها مذنبة، اضربها ضرب المقصود فيها التهويب. لماذا؟ قال الرسول علم الصحابة، قال بالسواك هي مقصود التهويب، وأن لا يرتفع حتى يبان إبط الإنسان، يعني يرفع إيده بشكل كبير. إذن هي المقصود فيها هذا الضرب من الزوج، يعني ضرب الحبيب زبيب. طبعا بقول لك ليش؟ طب ما هو يضرب، ما هو إذا بتشكي عليه بضربها بضربوه برضه بيعاقبوه. العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، في مساواة. بس أنا بدي أضرب الدولة، أنت تقدرش تضربها هي، فوكلوها للدولة. إذا بتثبت إنه إلها حق عليه في الضرب بدون ذنب بيعاقبوه بمثل ولتعذر به قدامه. فإذا القضية قضية الحفاظ على البيت، فبالتالي قسم من النساء. أما النساء العاقلات ربنا ضرب فيهم مثل في القرآن الكريم، ضرب فيهم مثل، وطبعا زي ما قلنا فضل مريم على العالمين، على النساء العالمين. خديجة كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني يفتخر بها. طيب بدي أسأل، لماذا يقولون في القرآن أو يعني كما يقولون أن غير المسلمين أن الرجل يستطيع أن يطلق امرأته، يستطيع أن يهجرها، يستطيع أن يضربها، وإنما المرأة لا يجوز لها مثلا أن تهجر زوجها مثلا في المتجر، لا يجوز لها أن هذا، وإذا صار خلاف هي يجب أن تذهب وتتسامح معه أو إنها تجيب أحد ليتصالح معه. هذه عادات وتقاليد، طبعا يقولون هذا ليس عدلا، فما رأيك؟ وهذه عادات وتقاليد وليست شرعا. نعم، المرأة إذا سعرت بالظلم في لها طريق للخلاص. نعم، بتروح بترفع قضية أو تروح لأهل تقول أنا مظلومة، فبيجتمعوا من أجل الإصلاح. افرض ما في فايدة، بيعملوا لجنة الإصلاح، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق له، بيروحوا يقول يا عمي تعال هذه مظلومة، بدك تصلح ولا ما بدك تصلح؟ إذا وافق على أنه يمشي معها كويسة رجعت ومشت الأمور، ما أثبتوا للقاضي أنه فيش فايدة بطلقها ويعطيها حقوقها، والحقوق هو بده يدفع مقابل أنه يطلقها، في لها حقوق تأخذها. فلذلك المرأة تطلق كما يطلق الرجل، ولكن مش بلفظ الطلاق طلقتك. بتشكو لأهلها أول إشي أو لأهل كان سكتوا أو ترجع الأمور طبيعية، ما نفع هذا، بروح برفع قضية شقاق ونزاع إنه إحنا والله يعني هذا ظالم بنتنا، بيعمل حكم من أهله حكم من أهله، بيجي واحد مرجح بقول والله بيقدر يعيش أو بيقدروش يعيش، إذا طلاق بقول العيب منه بدكم تحكمونه بكذا أو على النص أو بيعملوها نسبة. فإذا قضية الخلاص من الزوجية هي أبغض الحلال إلى الله حقيقة. أقول لك واحد كيف حلاله أبغض إلى الله؟ كيف ربنا يقول عن حلال بغيض؟ أن المرأة أو كما هو يوجد في الحديث أن إذا الرجل أراد المرأة فلا يجوز لها أن إنها يعني تصده، وإنما إذا يعني يقولون طيب والمرأة إذا أرادت الرجل يعني ولم يرد الرجل أن يسكن إليها مثلا، فأليس هذا يعني هل هذا عدلا لما بين إذا كان ليس هناك مانع طبي أو نفسي؟ نعم، فهو حرام، لأن لها حقوق وعليها واجبات. نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب هلأ إحنا يجب أن تعاملها كما أنت، ولكن قد يكون إنسان مريض أو نفسيا مش ما، هذا ليس عليه حرام، هذا طبيعي يعني، هذه أعذار مبيحة. بس أفرض أنه زي الهجر، لا يجوز شرعا، فيه إثم. بعدين هي هذه العلاقات الزوجية تقوم على إثم للرجل إذا هو هجر طبعا إذا لم يكن هناك عذر، لأنه جعل بينكم مودة، المودة هي اللي بتعمل تقارب بين الاثنين. صحيح، فإذا لم يكن هنالك مودة معناته مش سكن، معناته أصلا الزواج غلط. الزواج علامة نجاح السكن، والسكن يعني الهدوء والراحة. قد يكون السبب من الزوج وقد يكون من الزوج. إذا لجان الإصلاح ماذا تفعل؟ تشوف على مين الحق عشان تقوم. إذا ما فيش فائدة بقول يعني كل واحد يروح لحاله، يمكن تشوف واحد أحسن منه هي، أو هو يشوف أحسن منها، لأنه في غيرها وفي غير على الجهتين فيه.